استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصومالي، حيث تناول الرئيسان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتطوير العلاقات بما يتسق مع طابعها التاريخي. كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط ومنطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وذلك في إطار حرص مصر الدائم على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم. أهلا وسهلا. شكرا. والوفد المرافق ليك، سعداء بوجودكم ضيوف أعزاء لنا في مصر. واسمح لي أن أنا أهنيكم وسجل بكل تقدير النجاحات اللي أنتم حققتوها خلال الفترة اللي أنتم بتديروا فيها البلاد. ويمكن هنا مهم أن أنا أقول ده لينا كلنا، عشان ده أمر فرحنا كتير، إن بقيادة الصومال بقيادة فخامة الرئيس نجحت في ثلاث مسائل أو ثلاث موضوعات في منتهى الأهمية. الموضوع الأولاني كان هو طبعا مكافحة الإرهاب، اللي الحقيقة كان ليه تأثير كبير جدا على حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا، يمكن امتدت أكتر من 20-30 سنة. فأنا بهنيكم فخامة الرئيس على ده. النقطة الثانية طبعا نجاح برضو الصومال بقيادتكم الحكيمة في شطب الديون اللي كانت بتثقل كاهل يعني الدولة الصومالية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة واللي مرت على الصومال خلال الفترة اللي فاتت. نقطة كمان مهمة ان الصومال نجحت بقيادة فخامة الرئيس في يعني رفع الحظر المفروض على الصومال منذ عام 91، من 91 وكانت الصومال في حظر على توريد معدات وأسلحة لها، وده أيضا نجاح آخر. فأنا بهنيكم على ده فخامة الرئيس، وأنا متأكد أن بقيادتكم الحكيمة ستتقدم الصومال أكتر وتتطور أكتر وتنجح بشكل يسعدنا. العلاقة بين مصر والصومال كانت دايما علاقة قوية على مدار التاريخ وعلاقة تاريخية ممتدة، والحقيقة احنا سعداء بهذه العلاقة. وهنا لازم اقول ان احنا في حديثنا او في مباحثاتنا الثنائية مع فخامة الرئيس كانت الحقيقة مباحثات بناءة جدا، وتناقشنا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية. وانا بقول هنا ان احنا مستعدين دايما ان احنا يعني نطور علاقتنا مع أشقائنا في إفريقيا وفي الدول العربية، والصومال دولة إفريقية ودولة عربية زي مصر ما هي دولة أفريقية وعربية، ومستعدين في كل المجالات المتاحة نتطور ونتحرك بشكل إيجابي بإرادة قوية. وإحنا دايما بنقول إن إحنا مصر لا تتدخل في شؤون الدول، وتسعى دائما إلى التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير. في موضوع أيضا مهم اتكلمنا فيه على خاص يتعلق بموضوع الاتفاق اللي تم ما بين الصومال، أرض الصومال وإثيوبيا، فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر. وهنا تحدثنا على أن احنا في مصر كان لنا موقف سجلناه على طول في أعقاب هذا الأمر ببيان من وزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون
الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيها ورفض هذا الاتفاق. وإحنا بنأكد ده مرة تانية إن إحنا ده كان أحد النقاط اللي إحنا تناولناها في مباحثتنا مع فخامة الرئيس. أنا عايز أقول لينا كلنا إن التعاون والتنمية أفضل كتير من أي حاجة تانية. وأنا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال، أنا رسالتي هنا للأثيوبيين، إن يعني النهاردة إنك أنت تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو في أريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية، إنك أنت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصة إنك أنت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي، أمر ما حدش أبدا يرفضه. ولكن محاولة إنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي عشان تبقى الأراضي دي يتم السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي هو مع أرض الصومال، طبعا ما فيش حد هيوافق على كده. بالمناسبة أنا عايز أقول لينا كلنا إن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها. وإحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجة، إحنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة. إحنا مش هنسمح إن حد يهدد الصومال، ومش هنسمح إن حد يمس الصومال. وأنا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا إن إحنا نبقى موجودين معهم. إحنا مش ما بنبنغيش أبدا غير البناء والتنمية والتعمير. مش هطول كتير في الكلام، فخامة الرئيس اطمئن إن شاء الله، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى نحن معكم من أجل البناء والتنمية والتعمير. وبنقول للدنيا كلها يا ريت إن إحنا دايما نتعاون ويبقى في حوار بيننا وبين بعضنا بعيدا عن يعني التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول. مرة تانية برحب بك فخامة الرئيس، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نرى الصومال. وهنا يهمني أقول رسالة للمصريين، سامحني أن أنا هستفيد بده. الصومال دخلت في مشكلة سنة 90-91، ومن 91 لغاية النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لمدة أكتر من 30 سنة، أكتر من 30 سنة. ودايما إحنا لما بنتكلم بنقول يا ناس يا دول، خلي بالكم من بلادكم وحافظوا على استقراركم وحافظوا على بلادكم، أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة، طالما الدولة مستقرة وآمنة. عندما تدخل الدول في حالة عدم استقرار بتدخل ما بترجعش بسهولة، ما بترجعش بسهولة، تاخد 20 سنة 30 سنة. مش عارف الكلام ده ممكن يزعل أخويا فخامة الرئيس، ولكن أنا بقوله للمصريين. الصومال حجم الاقتصاد بتاعها 7 مليون دولار على عدد سكان 25 مليون، ممكن يكون أكتر من كده بشوية، لكن تصوروا لو من سنة 90 للنهاردة الاقتصاد الصومالي بيزيد 1 مليار دولار سنويا، كان زمان رقمها اقتصاديا كام دلوقتي. كل ده مقدرات راحت على شعب الصومال، وتبدأ من جديد تبني وتعيد وتعمر. فالكلام ده للمصريين. فضل. شكرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، It is a great honor and privilege أنه من دواعي سروري وشرف لي أن أتواجد معكم في القاهرة وأن أناقش معكم تعزيز العلاقات مع دولتكم الشقيقة والعلاقات بين مصر والصومال. شكرا سيدي الرئيس، وأشكر شعب مصر على هذا الترحيب المعتاد الحار وكرم الضيافة التي
قدمت لي ولوفدي في هذا البلد. إن بالطبع الصومال تعتبر مصر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع إلى مزيد من الرخاء والتعاون يعتمد على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة بين بلدينا. فقامة الرئيس أثناء مناقشتنا المثمرة اليوم أنني أكدت مؤكدا على الرغبة القوية لبلدي للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتي كذلك الفوضى في النظام العالمي. أود أن أشكر السيد الرئيس السيسي على الدعم الفوري والذي لا يتزعزع للحكومة المصرية في إدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية وفقا في الاتفاق الذي وقع في أول من يناير 2024، وهذا يأتي في الوقت الصعيب وكذلك يضمن أن الالتزام بالقانون الدولي. وكذلك هذا نفس الدعم القوي والملزم الذي نطلق من جميع شركائنا الدوليين والإقليميين الذين أكدوا جمعا الحاجة المطلقة لإثيوبيا لأن تلتزم بالقانون الدولي وتحترم سلامة الأراضي الصومالية وسيادتها. البحر الأحمر هو جزء أساسي من التجارة العالمية والأمن، ويقدم وكذلك يقدم فرصا حالية ومستقبلية لجميع البلدان، خاصة لدول الجوار التي تطل على البحر الأحمر وكذلك الخليج العربي. الصومال لديها إمكانيات وفرص كبيرة بها، ولن نسمح لهذه الأراضي أن تستولى عليها دولة أخرى دون موافقة الدولة الصومال ذات السيادة، بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر. وعلى الرغم من ذلك مثل البلدان الأخرى المسؤولة عن بعض الأصول في البحر الأحمر، فالصومال كذلك على استعداد لتيسير النمو التجارة العالمي وكذلك عمل ترتيبات محددة لكل البلدان. هنا أود أن أؤكد مجددا لشركائنا الدوليين أن شراكة بين الصومال ومصر في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر في البلاد، ولكن لكي تثبت الاستقرار ورخاء البلدان وبخاصة الأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر. في الختام سيدي الرئيس، إنه لشرف لي أن أتواجد هنا في القاهرة معكم وأتطلع إلى تعزيز والدفع قدما بنتائج مناقشتنا اليوم من أجل مستقبل مثمر لبلدينا. شكرا سيدي الرئيس.